تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر هذه الفترة المفتوحة. التحايا والتبريكات للنجاح لكل المتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية. دعوني أرحب بضيوفي داخل الاستوديو وحديث عن هذه النتيجة، وأكيد عام كان مليء بالأحداث. مرحبا بك الأستاذ خليفة بابكر، مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بولاية الخرطوم. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحيي السادة المشاهدين من خلال قناة طيب الفضائية، وسعيدين أن نكون معهم في هذا اللقاء إن شاء الله. أستاذة ماجدة، أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. مساعد مدير المرحلة الثانوية مرحلة الخرطوم. أهلا بك أبو عشاء، ورحب بقناة طيبة وفي هذه السانحة الطيبة بالنسبة لنجاح بمناسبة نجاح أبنائنا وبناتنا وتفوقهم الحمد لله إن شاء الله. خلونا نتابع المؤتمر ولحظات إعلان النتيجة، كان ترقب كبير للنتيجة يعني. أيوة. نتابع إن شاء الله. جالسين لأول مرة في شهادة أساس العام 2016 في القسم الأكاديمي، الأولى الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد، مدرسة الشيخ حمد بنات عفرة، الولاية المغرمين، الولاية المغرمين نسبة النجاح 97.4%. أكرر، الأولى الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد، مدرسة الشيخ حمد بنات عطبرة، ولاية نهر النيل، نسبة النجاح 97.4%. الثاني الطالب مصعب محمد أحمد يوسف، مدرسة يوسف الدقير النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97%. الثالث مشترك الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله، المدرسة الخرطوم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.9%. الثالث مشترك ميار علي حسن، الطالبة ميار علي حسن سيد أحمد، مدرسة المتفوقات بنات بطنقلة، الولاية الشمالية، الولاية الشمالية، نسبة النجاح 96.9%. الخامس مشترك الطالبة آلاء نجدي بكري محمد أحمد، المدرسة أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%. الخامس مشترك الطالبة لبنى أسامة محمد المصطفى الطيب، المدرسة الفتح الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%. السابع الطالب محمود أبو بكر خوجلي وهبي، المدرسة بحر النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.6%. الثامن مشترك علياء محمد، الطالبة علياء محمد عبد الله محمد، المدرسة الخرطوم النموذجية بنات، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.4%. أهلا من جديد، ألف مبروك لكل المتفوقين في نتيجة امتحان الشهادة السودانية 2019. أكيد تابعت وترقبت كمان برضو المؤتمر، طعم النجاح حلو ولا كيف يا أستاذ خليفة؟ نعم أكيد. نعم. من خلال نعم. حضورك للمؤتمر. والله أولا نهني أبنائنا وبناتنا الناجحين يعني في هذه الامتحانات، ونتائج مشرفة عالية جدا، نسبة 97.4%، نسبة كبيرة جدا. وطبعا من الحاجات اللي كانت زايدة السنة دي إنه الأول يكون خارج ولاية الخرطوم، ونحن سعيدين، نحن في ولاية الخرطوم سعيدين جدا بالحكاية دي، إنه يكون الأول من في ولاية ثانية معنا في منافسة. والناس بيقولوا دائما الاول بيكون محصور على الخرطوم، الحمد لله المره دي الاول طلع خارج الخرطوم. وبرضه الملاحظه الثانيه يعني نسبه البنات عاليه جدا جدا في بالنسبه للاولاد، اللي هو 69 بنت يعني مقابل 31 ولد. فنحن سعيدين جدا بهذا النجاح، ونتمنى للناس يعني ما حالفهم الحظ يلقوا
نصيف وقت آخر إن شاء الله يعني. تمام أستاذ مجد معناته عنده إجابة على التفوق ده. سير التفوق شنو يا أستاذ مجد؟ والله طبعا الاهتمام بالبنات أكثر من الأولاد دائما دائما الأولاد بيكونوا شوية متعبين شوية يعني. بيكونوا متعبين في القراية البنات الأولاد. لكن البنات طبعا دائما بيسمعوا الكلام وبالذات بتخد في راس إنها عايزة تتفوق دي خلاص يعني بعد ده بتشتغل على هذا الأساس يعني. لكن الطالب ممكن الأهل يلزوا عشان يطلع الأول أو يطلع التالي أو يطلع التالي وشوية بيكون متعب ومرة يقرأ ومرة ما يقرأ وحجتهم شوية كثيرة ما زي البنات. البنات دائما هديات وردات زي ما بقول. ما متحيزة أنا تمام. ما متحيزة للبنات لكن يعني واضح حسب النتيجة. النتيجة السنة دي 69 نسبة عالية يعني تلتين بالضبط وثلث الأولاد يعني. فالحمد لله يعني لكل مجتهد نصيب زي ما بقول يعني. كانت متوقعة يا أستاذة مجدة؟ توقع النتيجة بالشكل ده؟ والله طبعا هي كلها بيكون إرهاصات يعني هي بيكون إرهاصات الناس بتعمل توقعاتها مرة بتجي حاجة عكس يعني. وبعدين الظروف اللي بيمتحن فيها الطالب ذاتها بيكون معروفة ممكن أنا أكون طالبة متفوقة أو طالبة ظروفي كويسة لكن تحصل لي في ظروف أثناء الامتحان ما أقدر أحرز الحاجة أنا عايزها. فيعني هي كلها بتخضع لأول حاجة جد الطالب يعني اللي عايز يقرأ اللي عايز ينجح ويتفوق بجد يعني ما في النجاح بيجي من فراغ حقيقة يعني طبعا. النظام أساس النجاح. كلام ده صحيح يا أستاذ خليفة؟ نعم فعلا حقيقة يعني أنا دائما بقول الناس العامل الأساسي هو الطالب نفسه يعني متى جديت اهتمامه يعني العوامل الثانية كلها عوامل ثانوية اللي هو مسألة المعلم والمدرسة وكده. فالطالب المجتهد متى أينما امتحن يعني بيحقق النجاح المطلوب يعني. فالناس دائما اهتمامهم في انه الولد او البنت يقرا في اي مدرسه في مدرسه شنو المفروض الاهتمام يكون بانه المتابعه الطالب ذاته اصلا ومدى اهتمامه ورغبته للشغل للدراسه يعني. فدي العامل الاساسي يعني. تمام برضو قرات انه الاول من نهر النيل دائما نعم. كان بيكونوا متوقعين ان المدارس الموجوده في ولايه الخرطوم كمان اللي اتعودت انها مثلا تكون في نعم. المرتبه الاولى في قرات نعم. قرايتك للمرتبة نعم. من أهل حصل هو كم مرة ما أول مرة دي يكون الأول من 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 خارج ولاية الخرطوم لكن دائما طبعا العدد الكبير يعني عندنا في ولاية الخرطوم الممتحنين يعني حوالي 150 ألف وكل الممتحنين في السنة 520 ألف يعني اللي هو يعني قريب للتلت يعني لذلك الناس ما يتخلعوا كده في الحكاية دي يقولوا الخرطوم دي الناس النجاح اللي في الخرطوم كده فالنجاح المرة دي أثبت إنه هي الطالبة بتاعنا إسراء دي أثبت إنه النجاح هو ما في الخرطوم بس وهي نجحت من ولاية تانية وفاتت الخمسمائة ما شاء الله يعني فاتت 520 ألف طالب اللي امتحنوا معاه يعني هي من مدرسة النموذجية باعتبارك كمان برضو مدير إدارة عام للتعليم الثانوي قرايتك برضو مدارس النموذجية الإقبال عليها كبير نعم. في شروط كمان برضو للقبول برضو كلمنا عنها نعم هي طبعا المدارس النموذجية بتاخد من امتحان شهادة الأساس المجاميع الأول الأكبر يعني لذلك لابد أنه العوائل يكون منها لذلك نحن يعني في هذا العام كل الطلاب كانوا من مدارس نموذجية كل الطلاب الأوائل من ولاية الخرطوم كانوا من مدارس حتى في الولايات يعني كلهم كانوا من مدارس نموذجيه لان بتاخذ اوائل الطلاب نحن هنا في ولايه الخرطوم في احيانا بيكون في طالب من خارج المدارس الجغرافيه عاديه يكون دخل الثانوي بمجموع يعني اقل من 250 من 270 مجموع 280 بيكون خاش ب 200 مثلا كم 40 او كم 30 وينافس في الاوائل لذلك نفتكر ده الاول الحقيقي يعني ودائما لما تكون في مدرسه جغرافيه منها اوائل احنا قاعدين يعني نبادر نمشي عليها قبل ما نمشي على المدرسه الناجحين منها 14 باعتبار انها دورها كبير نعم التعليم الخاص كمان برضه عنده دور يعني دور كبير جدا طبعا التعليم الخاص يعني نحن عندنا 117 مدرسه محليه الخرطوم بس 117 مدرسه ثانويه ايوه عندنا المدارس اللي دخلوا فيها من المئه الاوائل حتى الان حوالي 6 مدارس المنار الجديد بنات والفتح والملكية والمعالي النيل والمورد الجديد بنات طبعا المنار أصلا بتدخل كل سنة بعدد كبير من طلاب وطالباتها والسنة الجديدة الفتح دخل بعدد كبير برضو أول مرة يدخل بعدد كبير مرة بيخش مرة بواحد أو اثنين السنة دخلوا بأربعة طالب واحد وثلاثة بنات مع غياب كم برضو لبعض المدارس اللي كانت موجودة في الأعوام السابقة يعني أيوة وبعدين المنار السنة دخل بعشر 7 بنات وثلاثة أولاد بعد ذاك الملكيه والمعالي دي كله دخلوا بطالب وطالبه طبعا برضه نفس الحكايه هم احنا عندنا الدخل في المية الاوائل من التعليم الخاص عامه 25 طالب وطالبه أيوة. منهم 20 في محل ولايه الخرطوم ومن ال 20 في ولايه الخرطوم 19 في ولايه الخرطوم
واحدة طالبة من مدرسة زايد الخير في بنات في بحري. في بحري. في بحري آه. لكن 19 من محلية من محلية الخرطوم عندنا. تمام. إن شاء الله. العام الماضي العام الدراسي 2018-2019 كان مليء بالأحداث. كان في يعني تقديم وتأخير وفي أحداث كانت موجودة في حتى في من الناحية الأمنية يعني في الوضع اللي كان راهي في المظاهرات اللي كانت موجودة وغيرها. أثرت يا أستاذ خليفة على التحصيل مثلا الأكاديمي للطلاب؟ نعم طبعا هو يعني ممكن نقول أثرت لكن تأثير ما كبير لأنه هو نحن عندنا هنا في المدارس الناس يعني أول حاجة سبب قلة التأثير إنه الحكاية دي لكل الناس يعني كل ولايات السودان كانت الدراسة فيها معطلة في نفس الوقت يعني أو كل المنافسين كل المتنافسين أقصد كانوا في نفس الوقت يعني في فترة بتاعت وقف عن الدراسة لكن في بعض الطلاب متفوقين دي أكيد استغلوا هذه الفترة في القراية المذاكرة فزي ما قالت أختنا ماجدة قبل شوية إن البنات هم أكثر حرص على المذاكرة من الأولاد لذلك كانت في فترات قاعدين في البيت وهي أصلا يعني الدراسة المنهج كثير مفروض تتخلف طالب بتاعت إجازة يراجعوا في البيوت فالبنات يعني اغتنم الفرصة دي واستفادوا منها أكثر من الأولاد لذلك نسبة النجاح كانت كبيرة جدا جدا يعني ذكرت أختنا ماجدة قبل شوية الأستاذة ماجدة إنه الناجحين في ولايات المية الأوائل في ولايات الخرطوم عندهم 20 20 دي 15 بنت وخمسة أولاد التلت كذلك إحنا عندنا برضو في المدارس الحكومية عندنا 59% الأوائل فيهم 20 بيت و 29 أقصد ولد و 39 بيت فالبنات هم أكثر مذاكرة في البيوت كده فتأثير الإضرابات ما كانت تأثير كبير شديد كده يعني بالمعنى لكن برضو أكيد يأثر يعني والحالة النفسية ذات الواحد مشهور مثلا مجيزة كده ده ممكن يكون التأثير اللي حصل على الطلاب طيب. بالنسبة للتعليم الخاص يا أستاذة ماجدة الإجازات الطويلة والله زي ما ذكر الأستاذ خليفة إنه الحكاية كانت عامة على الناس كلها يعني صح. على الحكومي على الخاص النموذج الجغرافي الولايات كلها السودان كله فعموما أصلا أنا لما يكون عندي جرت العادة إحنا كأسرة سودانية لما يكون عندي طالب ممتحن السنة الجاية شهادة سواء أساس أو ثانوي أن الأسرة الحريصة بتشتغل على الطالب من الإجازة تدي حفظوه المقررات التربية الإسلامية صورة النور الحاجة كلها الأساسيات اللي هي ما بتحتاج لشرح من المعلم عشان توفر له زمن بعدين يقدر يقعد يفهم الحاجة دير فهم يعني الممتحنين 2020 مفترض من الآن هم يرتب بالضبط وبدوا هم فعلا في ناس بدوا كثير يعني فيعني بالذات بيخلصوا الحياة الحفظ القصائد الحفظ القرآن الحفظ الحياة الكلها بتاعت الحفظ يعني فعشان كده ما يكون في تأثير كبير يعني الحاجة دي في التعليم الخاص بس كله حكومي كله واحد والله أستاذ خليفة رأيك شنو يعني البداية المبكرة الحاجات اللي ممكن تكون برضو متعلقة بالاستعدادات للعام الجديد والله طبعا هم الناس يختلفوا يعني في ناس يكونوا متحمسين حتى في الإجازة دي السنة الجاية في طالب ممتحن زي ما قالت السنة الجاية في العام المقبل ففي ناس بيحفظوهم من السي يحفظوهم المنهج بتاع القصائد والحاجات المحتاجة لحفظ ولكن يكونوا مسخنين من البداية بعدين يتراجعوا في النهاية وتبقى الحكاية في النهاية في يحصل فيه يعني انقلاب أو يعني تغير يعني ما الناس اللي اجتهدوا من البداية في ناس اجتهدوا بشدة من البداية لذلك أنا دائما قاعد أنصح الأسر يعني أقول لهم الطلاب الممتحنين شهادة خلوا لحد ما يبدأ العام شهر 7 وبعدين يبدوا بعزيمة وجدية ففي ناس بيزعي الطلاب إزعاج شديد جدا جدا لازم يخشوا كورسات وما في إجازة والتقرى طوالي فالحكاية تكون بالمعقول يعني وسط يعني الطلاب دي ما يزعيون أكثر مما يجب وما يدون راحتهم كمان أكثر مما يجب طيب الحاجة دي البيت والمدرسة شركة نعم شركة في البيت نعم في دور وفي المدرسة نعم في دور كبير نعم بالضبط أي البيت عنده دور والأسرة عندها دور والمدرسة عندها دور المتابعة يعني تمام أيوة. طيب المدارس النموذجية كمان برضو بتجهز من بدري المدارس النموذجية بتجهز بعدين يعني بيكون عندها إمكانيات يعني عندها فصول خاصة داعمة لهذه المدارس وعندها إمكانيات لذلك في تحفيز يعني لذلك الناس بيشتغلوا بأكثر أكثر أكثر جدية وأكثر اهتمام وتجي في النهاية النتيجة بتاعت الشهادة دي اللي من خلال بيزعوا من خلال المؤتمر ويسمعوا الناس مدرسة زعوا منها كثير جدا جدا الحكاية دي خلاص يعني طوال كل زول داري يودي المدرسة
الأزرع منا عدد كبير، مع إنه ده ما المقياس يعني، يعني ده ما هو المقياس الوحيد، يعني ما نفهم إنه مدرسة أزرع منا 10 ما نادي مدرسة أولى. يعني إحنا شايفين أمبارح أزرع في المؤتمر الصحفي لحد نزل حاصلين عن نسبة 94.9، في مدرسة يمكن يكون فيها 6 أو 7 جايبين 94.2، ديل حينافسوا في كليات الطب والهندسة زيهم زي أخوانهم ديل. لكن لذلك نحن الناس ما ياخذوا الحكايه دي بس مدرسه ما وزع منها زول، ما وزع منها ولا طالب، بيقولوا دي ما مدرسه نموذجيه، دي مدرسه منتهيه تماما، الكلام ما كده ما بقياس. بعدين حاجه ثانيه مهمه جدا جدا، يعني عامل اساسي في تقييم المدارس عدديه الطلاب. يعني يعني احنا نسمع مثلا يعني السنه اللي فاتت في الاذاعه نزعوا مثلا 16 في مدرسه الشيخ مصطفى الامين بنين، وزعوا 3 في بحري مثلا. نحن المدارس دي تختلف، يعني مدرسة الشيخ مصطفى الأمين في العام الماضي طحنين منها 300 طالب، مدرسة الشيخ مصطفى الأمين المدرسة الأولى النموذجية الأولى في الخرطوم طحنين منها 300 طالب، ومدرسة بشير محمد سعيد المدرسة الأولى في أم درمام طحنين 200 طالب، المدرسة الأولى في بحري بحري النموذجية طحنين 100 طالب. يعني نحن ما ممكن نحسب الناس الأزاعون ونقيم عليهم في حين أنه في مدرسة طحنين منها 100 فقط ومدرسة أخرى طحنين 300. فأخوانا العوامل كثيرة جدا جدا، العوامل المقياس الأساسي هو عائد التحصيل، عائد التحصيل اللي هي متوسط الدرجات تحصل على الطلاب دي بنقيم بها. تمام. فنحن ما نتبع المؤتمر الصحفي ده، وأنا دائما قاعد أقول المؤتمر الصحفي ده يعني هو يعني عنده تأثير كبير جدا على النتيجة. إذا إحنا قاعدين نحن ما من أنصاري إنه يذيعوا النتيجة المؤتمر الصحفي كده والخبر ينتشر والمدارس وتحتفلوا كده باعتبار هنا، لأن باعتبارنا زي ما ذكرت أنا في عوامل أخرى بتتحكم في هذه المسألة. تمام. هي. أشكرك أستاذ خليفة، أطلع فاصل نجي راجعين كمان نواصل إن شاء الله حوارنا وحديث عن إنه مفترض العام الجديد يعني نحن خطط له بحيث إنه يمر بسلام، ويقدر كمان طلاب يقدروا يحصلوا كمان أكاديميين ويصلوا أعلى الدرجة إن شاء الله. بعد الفاصل بنتواصل. أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل من خلال فترتنا وحديث عن نتيجة امتحان الشهادة السودانية. مرحب بك مرة ثانية أستاذ خليفة بابكير وأستاذ مجد عبد الله، ضيوف كرام علينا في هذه الفترة المفتوحة. مرحب بكم أستاذ مجد. قبل الفاصل أستاذ خليفة تكلم عن تهيئة البيت، عندها دور كبير في أنها تجعل من الطالب يعني أكثر جاهزية في أنه يقدر يحصل أكاديمية. أنت أكيد طبعا يعني كنت مديرة مدرسة و14 سنة أكيد عندك خبرة كويسة في أنك تقدر تهيئ الأسرة والبيت. الحمد لله، يعني طبعا هي أساسا الأسرة عندها دور كبير في تهيئة المناخ والبيئة في البيت وتوفير احتياجات الطالب، وبذات الأم عليها دور كبير. طبعا رغم مرات في الأم بيكون برضو شغالة زي وزي الأب واحد، لكن برضو بيكون عليها الدور أكبر الأم. فأنا دائما كنت بقسم لأولياء الأمور الزمن بتاع الطالب أو طريقة قرايته إلى 3 أقسام، بقول له 25% عليك في البيت تجهز له حاجاته وتوفر احتياجاته، 25% على المدرسة أنا هنا بتابع المعلمين بيدرسوا ما بقصروا بترجع له لأي سؤال، 50% على الطالب بعد ما أخذ معلومته والبيت جاهز، بعد 50% هو يقعد يركز المعلومة. إذا الطالب استغل الزمن صحيح بيتفوق اكيد 100%، لو نظم نفسه، لانه النظام اساس النجاح. تمام. انتوا كمان برضه بتكملوا 25؟ نحن بنكمل 25 طبعا اكيد. لكن الاسره بتشوف انه الطالب عليه 100%. يعني لا لا 25 لا لا. على الاسره دي ما معترف بها يعني. لا 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 اكيد لا طبعا اكيد لا. انا لو ما تابعته وشفت الكراسات وشفت حاصل ليش انه شفت المدرسه مره اتابع مع المدير، اتابع مع ابو الفصل او ام الفصل اذا كانت بنت او ولد، يعني ابو الفصل اذا كانت بنت او ام الفصل نشوف. احنا طبعا نظام ام الفصل ده عندنا اساس، يعني المدرسه الحكوميه زمان ام الفصل ده نظام اساسي، اي حاجه بنرجع لام الفصل. يعني المدير ده ما بنلجا له، ما كانوا بيجوني الا لحاجه قاسيه جدا يعني، لكن اي مشكله ثانيه بيمشي لام الفصل، يعني بياخذوا تلفونات بعض بيشوف بيتابع معاه وبيشوف اللي عنده شنو ما عنده شنو، يعني لانه المتابعه طبعا اساسا اللي بيتابع بيلقى، اللي بيتابع ولده او بنته بيكون اساس النجاح. يعني مع المشغولات الكثيره دي يعني الاسره والله بيلقوا، والله في امهات بيكونوا قاعدين كده اليوم كله في المدرسه، الحريصات بذات الامهات الجديدات دي اللي خلاص عشان عندهم اول تجارب
اللي عنده وتيره، لكن الناس اللي عندهم تخرجوا ودي اخر حاجه خلاص بيخلوه. تمام. استاذ خليفه عندكم كمان الفصول الخاصه، ما اعرف تتكلم عنها تقول شنو، هل هي اضافه للمدارس النموذجيه او رايك فيها شنو؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفصول الخاصة دي طبعا نحن يعني الناس بينتقدوني فيها نقد شديد جدا جدا، لكن أنا أوضح حقائق يعني. طبعا. هي أصلا يعني المدارس النموذجية ذاتها اختصاصات ضرورة يعني. في فترة معينة المدارس النموذجية دي بدأت مع نهاية المرحلة المتوسطة سنة 93. سنة 93. أيوة. سنة 93 الناس بتحمل المتوسط للثانوي، سنة 92 كان في آخر امتحان شهادة ابتدائية. وخشوا المتوسط الناس ظهرت مدارس لامعة كده، مدارس خاصة، واشترطت في القبول انه الطالب يكون حاصل في الشهادة المتوسطة على المجموع وقتها كان 240 يكون حاصل. طبعا زمان المجاميع ما تكون كبيرة زي الوقت الحالي ده يعني، ف 240 دي ما في زول بيجيب اكتر من 230، الاول بيكون جايب 231 او 33 240. فالمدارس دي اخذت الاولاد الشاطرين بعد ما تمت 3 سنوات وامتحنوا شهاده، بقت الاولاد كلهم من مدارس خاصه. صح. مدارس خاصه معينه. الناس القائمين على امر التعريف في الوقت ده قالوا احنا ما نعمل حاجه مماثله، نعمل حاجه مماثله في المدارس الحكوميه، نحن نقبل ذات الاولاد في مدارس نموذجيه ونعتني بهم. قالوا يعملوا مدرسه في كل محليه. سنه 93 انشأوا 3 مدارس نموذجيه، واحده في الخرطوم، واحده في البحرية، واحده في ام درمان، وبعد شوي بقان 6 2 بنين و2 بنات. هذه الفكرة أو هذه الفكرة بتاعت المدارس النموذجية في وقتها أعادت للتعليم الثانوي الحكومي وضعيته، بقت الحكاية الوضع سليم جدا جدا، مدارس معينة بيخش منها الأوائل. لكن بكل أسف الحكاية يعني المسألة يعني توسعت أكثر مما يجب. بس حاليا مدارسنا النموذجية 50 مدرسة، ولاية الخرطوم فيها 464 مدرسة فيهن 50 مدرسة نموذجية، فعدد كبير جدا جدا. بعد ما بدأت الفكرة بتاعت المدارس النموذجية سنة 93، بعد 4 5 سنوات كده بقى ما في دعم، لقوا ما عندها دعم، فكروا إنه يعملوا فصل خاص قصاد كل فصول 3 فصول. يعني إذا كان المدرسة فيها 3 أنهر ثانوية نموذجي، 3 فصول نموذجية 150 طالب، يكون قصاد في 50 طالب يجروا بقروش يدعموا المدرسة. فالحكايه دي الفكره بتاعتها برضه نجحت في الوقت ذاك، وبقت تجيب دخل كبير للمدارس. لكن الحكايه برضه توسعت. انا يعني بقول في الكلام ده من بنات طيبه، بقول في الكلام ده انا مدير دار عمر حسن الثانويه ما قبلان المساله بتاعت توسع الفصول الخاصه في المدارس النموذجيه بالصوره اللي بقت اكثر من الفصول الجغرافيه، لكن برضه هي اقتضت ضروره. يعني احنا عندنا في اولياء امور، نحن هسدي السنة دي يوم 15/4 أعلنت نتيجة امتحان شهادة الأساس من خلال قاعة وزارة التربية ولاية الخرطوم، وأذاعوا المؤتمر الصحفي، وأنا من جوا المؤتمر الصحفي ده كتبت لي قرار بأنه الناس ما يسجلون في الصور الخاصة إلا لحد ما يتم إعلان القبول. ونحن لحد يوم الليلة ده، الليلة 19/5، لحد هسه ما أعلن القبول للدخول للثانوي كم، لحد يوم الليلة ده 19. والناس بيتصلوا علينا بيقولوا المدارس النموذجية الفصول الخاصة اتملت وما لقينا فرصة تسجيل. نحن بالنسبة لنا الفصول الخاصة المفروض ما تكون بدأ التسجيل، يعني تبدأ التسجيل بعد كده، لكن الضغوط على المدارس والناس، كل الناس دارين يسجلوا طلاب أولادهم في المدارس الخاصة. طيب الفصول الخاصة ممتحنين لأول مرة ولا عندهم تجارب؟ نعم، لا ممتحنين لأول مرة. ما نحن ما هو ناس بيكونوا خاطين في بالهم انه ناس الدخول في المدارس النموذجية ألف لحد 275. اي زوج جاب 271 273 طوال مش المدرسه عشان يسجل فصل خاص، عشان الفرصه ما تضيع عليهم. تمام. يسجل لا، لما تمشي اعداد كبيره ناس المدرسه بيقبلون يعني بيسجلوهم. نحن لما بعد ما نعلن القبول يبقى التسجيل ده قانوني، حياخذوا منهم عدد كبير جدا جدا، لكن ينقصون كيف؟ نحن عندنا يعني المساله بتاعت اضرب مثلا في محليه الخرطوم. نحن عندنا مثلا خرطوم الجديده الثانويه بنين، هي الكلام ده قلته قبل كده، مدرسه نموذجيه ب ما عندها اي فرق بينه وبين مدرسه الشيخ مصطفى الامين، يعني نفس المعلمين بيتبادلوا المدرستين، نفس المدرسين بيتنقلوا من هنا لهنا يعني. ايوه نعم. الطلاب بيختلفوا. الطلاب اللي هنا المقبولين هنا يمشوا منهم 100 لمثلا الشيخ مصطفى الامين عشان يسجلوا فصول خاصه، يدفعوا قروش. المدرسة دي هنا الفصول الخاصة دي هي ما هي نفس المدرسة الشيخ مصطفى العالمين، دي مدرسة أخرى جواها، مستواها مستوى مدرسة بقى. يعني هسه لما نشوف هسه مدرسة الشيخ مصطفى العالمين أوزع فيها 6 طلاب في الأوائل في المية الأوائل يعني. 6 طلاب كلهم ما فيهم زول من فصل خاص. عجيب.
كويس. خليفة تاخذ تليفون معنا معاوية من بحري. نعم جدا. نرجع كمان نواصل نقطة مهمة ونتكلم عنها باستفاضة كمان نشارك وتشاركنا أستاذ ماجدة في 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 رأي يعني هل ممكن تضيف للمدارس أو الحل شنو يعني. مرحب بك معاوية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام مرحب بك كيف حالك؟ كل سنة وأنتم طيبين وكل المستمعين والمشاهدين ولشخصك الطالب الأخ العلاقي الكبير. وحقيقة أنا عايز أهني كل المتفوضين في امتحانات الشهادة وأتمنى لهم مزيد من النجاحات وأهني عبركم أسرهم عند الأخ الزميل حافظ بيك في جابة 89 وبيت نالين مهندس عاطف جابة 83 ما شاء الله نتائج مشرفة وسمير عبركم أنا بهنيكم وبهني أسرهم وبهني أسر المتفوضين وتحية لكم عبركم وبتمنى أنه برضو تعكسوا أنه من خلال نقاشكم أنا سامع أنه حتى الشركات الخاصة يعني مفروض تقوم بدور مجتمعي من تحسس المتفوقين ومنكم أنكم أنت تقوموا يعني تستهدف المجال ده وتعكسوا لهم الحاجة دي. تمام بشكركم الله يديك العافيه شكرا جزيلا. طيب استاذ خليفه انت ذكرت نقطه مهمه انه بقت مدرسه داخل مدرسه يعني. واصل وقطعنا كده ما كملت كلامك. طيب نحن بس في حاجه برضو انا اوضحها طبعا هي المدارس اساسا هي فئتين يعني انا قبل تحدثت عن بدايه المدارس النموذجيه فبس لما كثرت بقت الفصول كثيره عادي قاموا ميزوها لمجموعتين مدارس نموذجيه الف في كل هي في كل محليه عندنا منها مدرسه واحده فقط في الخرطوم مثلا في مدرسه الخرطوم النموذجيه في سجانه ومدرسه الشيخ مصطفى الامين بنين باقي المدارس اقل درجه منها بعد ما يكتمل المدرسين تاخذ من 275 لحد من 278 او 280 لحد 275 البقيه يوزع في المدارس الثانيه توزيع جغرافي اللي هي عندنا مدارس بالنسبه للبنات في واحده في بري وفي حلبي السعد النموذجيه وفي الزهور وفي الشيخ مصطفى الامين بنات كويس ديل بيقوموا ياخذوا المجاميع الاقل. المدارس دي برضها ماخذه مجاميع اقل لكن انا اذكر هسه حاليا يعني في النتيجه بتاعتنا دي في ثلاثه بنات من مدارس المجموعه باء خشوا في العشر واحده مدرسه الزهور يعني في بيت اذيعت في مدرسه الزهور. لذلك انا افتكر مدرسه الزهور هسه مدرسه منافسه لخرطوم النموذجيه، منافسه تماما لان في بيت منها خشت في المئه الاوائل وفي الخرطوم النموذجيه في سته بنات او ثمانيه بنات خشوا في المدارس في العشوائيات لكن ديك اساسا اصلا متميزين ديك اقل. لذلك انا افتكر انه ما في بيت قبلت في الزهور تمشي تخش في الفصل الخاص في الخرطوم النموذجيه يعني ما في سبب يخليها لا تكون بس دارت فقروش يعني. فنحن نتمنى انه الناس الحكايه دي يعيدوا فيها النظر والمدرسه اللي بيودوهم بيودوا لطلابكم ديل تقبل ترضوا بها وتكون مدرسه قريبه بالنسبه لكم ما بتعانوا. كذلك مثلا الشيخ مصطفى الامين بنات دي برضه مدرسه بيقولوا لها مجموعه ثانيه من بعد ال 275 لحد 258 او 60 برضه في اثنين في مدرسه الشيخ مصطفى الامين بنات خشوا في الاشياء الاوائل في دي. فيفتكر انه الشيخ مصطفى الامين بنات هي مجموعه من المجموعه باء احسن من مدرسه الشيخ مصطفى الامين بنين بالمستوى بتاع نجاح. اذا اخذنا المقياس هو مقياس اذاعه الطلاب لكن انا قبل قلت الاذاعه دي هي ليست مقياس وانما المقياس عائد التحصيل وعدد الطلاب الموجودين في المدرسه. بعدين ماجد اخذنا ماجد برضه عنده فكره كبيره عن الموضوع ده ممكن تضيف على الكلام اللي عنده اضافه. بتوافقوا الراي يا استاذ ماجد انه المقياس هو يعني خلاص زعوه في 100 الاوائل او لا 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 ابدا ده مقياس لا عائد التحصيل لانه انا بشوف انا عندي زمان لما نتعين احنا معلمين صغار في الثمانينات بيقول لي لا تقعدوا تحللوا النتيجه دي وتشوفوا انتوا كم طالب دخل جامعه الخرطوم، كم طالب عندك في مدرستك؟ انا كنت في الجديده بنات لما عينت في الخرطوم الجديده بنات بيقول لك كم طالب دخل جامعه الخرطوم؟ ده المقياس الحقيقي يعني كم وبالذات جامعه الخرطوم لانها الطب فبتاخذ المجاميع الكبيره كلها. يلا فنحن كم واحده دخلت هندسه؟ كم واحده دخلت طب؟ وكنا بنفرح ببناتنا اللي بيدخلوا بيطب وهندسه وبنعمل لهم احتفالات في الجديده. بيتواصلوا معاكم بعد ما يتخرجوا؟ والله بيتواصلوا وحاسه طبعا يعني لما نلقاهم في اي موقع بيحترمونا شديد وبيساعدونا يعني زي ما يقول يا استاذ والله علمتونا يقول له والله والله استفدنا منكم قسيتوا علينا لكن علمتونا الحمد لله يعني فيعني كانوا بيخافوا مننا شديد طبعا
لكن الحمد لله رب العالمين، يعني لما الزول بيفرح بيه ولما يشوف في مناصب في مواقع يعني الحمد لله يعني تمام مميزه يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا الاستاذ عنده هيبه كان في فتره من الفترات، يعني حتى احنا ما 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 قدام يعني ما من التمرينات يا استاذ مجد يعني قريبين كلنا شنو؟ لا لا قريبين يعني حتى حتى ونحن قريبين المعلم كان عنده هيبته. الى الان انا يمكن ما اقدر اعين الاستاذ اللي درسني مثلا في الاساس قلنا تام يعني ما. ايوه طبعا. الحاجه دي كمان برضو في الوقت الراهن الجيل تغير، مثلا انت ذكرتي برضو في الفاصل انه الجيل الان بالتعامل معه مفترض يكون مختلف، لانه الحاجات اللي كونته ذاته بكتب الفهم ده يعني حتى بين قوسين الجيل الراكب راس ممكن حتى يكون مع الاسره يعني. يعني المعلم برضو له دور كبير في انه يساهم في انه الطالب ينجح او مستواه يتراجع. يعني تعلق تقول شنو يعني استاذ خليفه؟ والله يعني هو طبعا في عوامل كثيره اختلفت. يعني يعني احنا زمان الولد ده لما يقول الاستاذ يقول لي كلام يمشي ابوه يقول لي كلام، لا يقول لا الاستاذ قال كده ما ممكن يقول كده. لكن احنا سيدي الولد احنا ذاتنا المدرسين لما يقول لك الاستاذ قال لك كده تقول له ديك الضابه ساكت يعني. دي ده حاجه عفويه بتحصل يعني. صح. فالناس بقت يعني الثقه قلت، انا قلت فقدت لكن قلت، الوضع يختلف تماما يعني. الطلاب زمان ده يقولوا مفتحين يعني ما زي الناس زمان. احنا زمان كانوا قالوا استاذ ثاني لا يمكن كده يعني. حتى في الحساب ده لو جيت اشتغلت لك مثلا قلت كده يقول لك لا الاستاذ قال كده ممكن، تقول انت ساعتك معلم الدرس لنفس الرياضيات ما يقبل، تقول لي انت ضربت ليه جمعت قبل ما تضرب يقول لك لا الاستاذ قال كده، الاستاذ هو غلط كلامه يمشي يعني. فالوضع يختلف لكن غايته في النهايه الحياة طبعا كلها تغيرت ذات الزمن ده يعني. هسه الزمن ده يعني فينا في طلاب كثيرين في معلومات يعني. نحن زمان كنا طلاب يعني زي ما قالت دي السبعين، طبعا قبل بكون اكبر من مجدي بشوي يعني في الثمانين في السبعينات لما قرينا بنمشي خالين زين المعلومه ناخذها من الاستاذ. هسه الطلاب بيقروا الكتاب يمشي الاستاذ يلقاهم عارفينه يعني في حاجه غلط يعني كده. فالوضع الحياة كلها تغيرت يعني. ده الاستعداد البدري ده اللي ذكرته استاذ ماجد انه نعم. بيجهزوا نفسهم من بدري حتى في الاجازه والله ممكن نعم. يمروا على الحفظ انتهوا منه ويبدوا بعد ذاك في المقررات العام الدراسي لما يبدا هم بيكونوا قطعوا شوط في انهم يعني بعد ذاك بيراجعوا يعني حتى منتهي المقرر بدري يعني. بالضبط بالضبط نعم. هو ده يمكن يكون يختلف عن كلام ماجد. كلام ماجد تقول انه الحاجات اللي ما محتاجه لمدرسين زي حفظ وكده يستعدوا لها، لكن في واحدين شان للمناكفه بس يقوم يقروا قبل ما يستلم عشان يقول حاجه مختلفه يقول ما اجتهاد منهم يا استاذ خليفه. والله ممكن اجتهاد كونه يطلع على ماده يعني بعض او درس ما درسه قبل كده يجتهد في انه يعرف تفاصيله وكده. نعم اجتهاد بعض الشيء يعني لكن محتاج تقويم يعني. رايك شنو؟ ممكن تفيده طبعا الاجتهاد ممكن يفيده ممكن يفيده وممكن يضره، لانه اذا هو بنى معلومه خاطئه من الاول لما يجي الاستاذ صحيحه له يمكن ما ياخذ زمن عشان يطلع من راسه، يمكن ياخذ زمن عشان يطلع. يعني لو هو فهم القانون مثلا في مساله رياضيات او فيزياء او معادله بتاع كيمياء لو فهمها من الاول غلط لو هو انتهى براه بعدين لما يجي الاستاذ يشرح له ويصحح له المعلومه حياخذ زمن فيها. عشان كده انا بقول الاستعداد بتاع الحفظ اسهل اسهل من انه انا احاول اشوف لي حاجه بتاع فهم وادخل فيها. فهم ده انا ما بقدر ادخل في فهم الا الاستاذ يشرح لي وبعد ذاك انا اكد المعلومه. انا اذا قدرت فهمتها خلاص بدي ارجع لها ثاني اشرح عليها. تمام. طيب انقلكم لحاجه ثانيه الاختيار. اختيار المسار اذا كان الكليه اذا كان التخصص عندنا اشكالات يعني مرات يعني يا ريت لو كمان دي مساحه انكم توصوا كل الاسر توصوا كل الطلاب المقبلين على التقديم مثلا للقبول الجامعات كيف اختاروا. وفي بعض الطلاب الدرجه ما بيقول انا الدرجه دي ما بتدخلني جامعه مثلا او ما بتدخلني الكليه اللي عايزها. كمان برضه الاسره تتعامل في الموقف ده كيف؟ تعليقك يا استاذ خليفه. نعم. طيب بالنسبه للاختيار ده بيبدا قبل يوصل المرحله دي بتاعت الجامعه، انه في لما نقرا سنتين في الثانوي بيكون داير يمشي يختار مواد ادبيه ولا علميه. برضه في تدخلات شديده جدا في هذا الجانب ده المفروض يكون جاي الجانب حق الطالب. يعني في ناس دايرين يخشوا عندهم رغبه يقروا ادبي، في ناس بيقروا ادبي عشان لانهم كسلانين دايرين يحفظوا بس، وفي ناس بيقروا ادبي للرغبه. لكن دائما الاسر في ناس بيقولوا للولد احسن لك تمتحن علمي وتسقط ولا تمتحن ادبي وتكون متفوق يعني. طيب أنا اذكر حاله من الحالات دي. في واحده مره كانت ممتحنه جات في المئه الاوائل ما كانت متوقعه، وممتحنه ادبي واهلها ما كانوا عارفينها، فبقت في حرج شديد جدا جدا حسوا انها ما طبيعيه في حاجه ما طبيعيه كده. في النهايه صراحتهم قالت لهم انا بكتب الفيزياء والكتب المرشد والحاجات اللي جبتوها دي كلها انا امتحنت ادبي. فانا افتكر انه ما في سبب للضغوط على
على الطالب عشان يمتحن الحاجه المحدده. حتى في العلم في ناس دارين يقروا الجانب بتاع الهندسي، يقروا العلوم الهندسيه ولا الحاسوب، وفي ناس اخرين دارين يقروا الحياه، فالحياه المفروض يقدر في حريه. بعد ذاك نجي، لكن الزمن ده يعني الاهل بيتدخلوا، والام اذا ارتضت او مسكينه الام الثانيه تحرشها، كيف ولدك يمشي كده؟ المفروض يمشي كده لو كانت درجته عاليه يعني. نعم لو كانت درجته عاليه. استاذ ماجد قاعدين تحصر في البيت شديد معنا. بتحصر الطلاب شديد في البيت. أبداً. لازم يبقوا دكتور او مهندس. لا 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 ما انا ما عندي، انا عندي الـ 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 في البيت ادب وعلمي. عندي ادب وعندي علم في البيت، كل زول يختار مساقه بطريقته، كل زول يتحمل مسؤوليته. يختار عشان يتحمل مسؤوليه اختياره. خلاص انت حددت عايز تمشي ادبي، عايز تمشي قانون، عايز تمشي اداب، عايز تمشي اقتصاد الى اخره. حددت عايز تمشي علمي، عايز تمشي هندسه، عايز تمشي صيدله، عايز تمشي طب. خلاص انا بدي ادخل علمي، قلت ما دارت طب، انا بخاف ما دارت طب. طيب انت لازم دخلت علمي شو؟ في النهايه دخلت صيدله. هي دخلت صيدله يعني، قلت لها ما دارت طب، انا دخلت علمي عشان ادخل طب يعني. لكن معظم الاباء والامهات الان عايزين اولادهم مهندسين ودكاتره، وهو قاعدين الحمد لله ما في زول حيدي دواء بعدين ولا حيعمل فحص ولا اختبارات طبيه ولا غيره يعني. سبحان الله. لكن طبعا في النهايه تجي المنافسه بتحكم الناس كلهم، وبيخشوا بيدخلوا الكليات. خلاص اي زول بيدخل بعدك بيقتنع وبيمشي في مساره يعني. تمام. لكن نحن بنهيئ الطلاب، كنا زمان لما كنا في المدارس انا من سنه ثانيه سنه، من بدايه العام الدراسي سنه ثانيه سنه، بقول انت خلاص كراعي واحده بس والجامعه، تحددي من حسه عشان بعدين ما تحصل المشكله، عايز علمي ولا دايرة أدبي، تشتغل على هذا الأساس. تمام. طيب في أسر كمان الطالب يمتحن لما يجيب الاستمارة بعد ذلك بيبدأ النقاش في أنه يقدم الكلية. خلونا نتابع الفقرة دي، معاناة الطالب، نتابع ونعلق عليها. أوكي. نتابع. وانت جاي من كردفان، وأكيد يعني كان في صعوبة كبيرة في أنك أنت تبدأ المراحل الدراسية والتعليمية من بداياتها. بداية التعليم في ولاية جنوب كردفان، محل الرشاد وحدة إدارية تجمدة، مدرسة خالد ابن الوليد الأساسية بنين. في مدرسة خالد درست الصف الرابع، وبعد ذلك 2012-2011 فترة النزاعات انتقلنا هنا. جيت الخرطوم هنا. جينا ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم في يوم زمان محلية تنبدأ. في محلية تنبدأ قدمت لمدرسة الأودة بنين. في البداية كانوا يعني في البداية رفضوني كده. ثاني بعض محاولات معاهم قبلوني في المدرسة ودرست معاهم. واصلت من الرابعة طوالي ولا نزلوك ثاني سنة؟ لا ما نزلوني سنة في جنوب كردفان، انتهيت من الرابع. ما حجيت طوالي، خشيت خامس. جيت طوالي واصلت. واصلت طوالي. لقيت فرق في القراية بين هنا وهناك، والناس اللي معاك الممتحنين، خليت المدرسة وأصحابك والمدينة كلها، قدرت تتأقلم مع الوضع هنا؟ والله في البداية أقلمت إلا بعد فترة كده، ضاعت في المدرسة في واحد من الغريب زي كده من دارفور وكده. يعني الوضع بتاعهم كان نفس وضعي كده، عشان كده تأقلمت مع دي أكثر حاجة. قدرت بعد ذاك إنك تواصل. المدرسة أصلاً كانت بالنسبة لك طبعا معروف إنه في الأقاليم المدارس بتكون قريبة. يعني أنت بتمشي مع أصحابك مع شلتك، بتكون في الشارع القريبة لكم. هل المدرسة هنا كانت بالنسبة لك برضو قريبة، أنت بتقدر تمشي وتجي براحتك، ولا كانت فيها مشقة ومشوار لك؟ المدرسة اخترتها أنا عشان بالطبيعة هناك كانت قريبة، واخترت مدرسة قريبة. اخترت مدرسة قريبة للمنزل طوالي عشان أمشي ده. تمام. وكيف كانت الامتحان الامتحان لمرحلة الأساس لتعمل؟ والله امتحان الأساس الحمد لله حصلت فيه 271 كان. ما شاء الله تبارك الله. جميل. برضو كان خبر نجاح كويس له يا أستاذ عكاشة. هاي خبر نجاح تمام. امتحان مرحلة الأساس بالنسبة لك كان يعني خبر برضو جميل إنه هو اتفوق فيه. والله كنت بس في الشغل وضربوا لي تلفون، وذاته كان سافر البلد لأن أنا حبوبته هناك، وضربوا لي تلفون قال لي يا أخي نسبة محمد جات 271. فالحمد لله يعني الحمد لله. احنا ما كنا متوقعين، لأنه جينا في ظروف كده. أهلا من جديد، مرحبا بك أستاذ خليفة، مرحبا بك أستاذ مجدة. تابعتوا الفقرة. كثير من الطلاب بيعانوا في أنهم يعني بيعيشوا عام دراسي فيه، حتى نفسيا ما بيكون مهيئ لأنه يمتحن الشهادة السودانية، وهي طبعا مفصلية يعني. بعد ذلك بتحدد مسار تخصص دراسي، بتحدد مسار حياة. أيوة. تعليق يا أستاذ مجدة علي ما شفتيه من الفقرة. والله هو طبعا يعني تحديد المساق دي وتحديد المساق دي هو بيعتمد على حاجات كثيرة، البيئة حول الطالب، إمكانياته وقدراته، ظروفه في البيت، هو بيحدد بعدك هو داير شنو.
لو لقاها خلاص يعني طبعا هو بيستمر فيها. وفي واحدين بيناضلوا، في واحدين بيناضلوا عشان يلاقوها يعني، بيتعبوا بيتعبوا شديد عشان هم في النهايه يلقوا الحاجه اللي دايرينها. اذا ما لقاها طبعا الواحد بيستمتع الامر الواقع وبيغير مثلا حياته بالتاكيد في النهايه يعني. طيب تعلق شنو؟ والله طبعا هي يعني ظروف الطلاب تختلف يعني، وفي معاناه شديده جدا جدا، قلت لك في معاناه شديده جدا جدا وظروف الطلاب تختلف. لذلك نحن هسه دائما انا غايته من خلال شغلي في المدارس، انا اشتغلت يعني شغلي دائما فتره طويله، لكن قبلها برضه سنين طويله انا برضه معلم من اوائل الثمانينات. فيعني الناس بيقولوا الطلاب يعاملوا معامله واحده، لكن هم ظروف مختلفه يعني. في كلام ردود الواحد ممكن يسمعه من طالب ما يسمع من طالب، ما يقبل يسمع من طالب اخر، مراعاة يعني للأسباب يعني الضغوط اللي عايش فيها. ففي ناس بيعانوا يعني، لكن في ناس طيب. هو طبعا في ناس ظروفهم مختلفة يعني، ظروفهم الاقتصادية مختلفة والظروف برضو الاجتماعية مختلفة وكده يعني. تمام، منو ممكن يتدخل طيب يخفف المعاناة؟ والله في مدرسين، نحن المدرسين زمان قاعدين يدرسوا الطلاب ديل بتفاصيل دقيقة جدا جدا، لكن ناس المدرسين مع احترامي للمدرسين في الوقت الحالي يعني برضو هم الضغوط الكثيرة جدا خلت المدرسين يعني يعني بعيدين شوي من الطلاب يعني، دي حاجه ما كانت جميله يعني. فالمدرسين المفروض يكونوا قريبين من الطلاب، يعرفوا ظروفهم ومعاناتهم. اذا تعرض الاستاذ الطالب واقف راجع الاستاذ دي حاجه، الاستاذ يفهم انه الاستاذ الولد ده يعاني من كذا وكذا وكذا، لذلك ظروفه تختلف يعني وتغير الظروف يعني. وجود المشرف الاجتماعي في بعض المدارس موجود؟ كان موجود في فتره من الفترات يا استاذ خليفة؟ موجود. نعم. الان موجود؟ ايوه موجود في مدارس، في كل المدارس موجود، لكن ما بالعدد المطلوب يعني، ما في كل المدارس يعني. ممكن يساهم يا استاذ ماجد في انه يخفف من المعاناة الموجودة؟ هو ممكن يساهم طبعا، هو ممكن يساهم، لكن هي تعتمد طبعا على شخصية المشرف الاجتماعي نفسه يعني انت، انا لما كنت مديرة الخرطوم الجديدة عندي مشرفة اجتماعية، انا ذاتي كنت مشرفة اجتماعية يعني، بشوف الطالب دي ظروف بعاين يعني. عندي استاذة كانت رئيسة الشعبية الله يديها العافية، علمتني انه انا لما عاين للطالبة من طرحتها للحذاء اللي هي لابساه اعرف ظروفها شنو، اعرف ظروفها شنو. يلا بعد ذاك بشوف البنات وبشوف وشوف المنطويه واشوف ظروفها شنو اجيبها. خلينا المشرف الاجتماعي يسمى استماره، دراسه حاله كامله عن الطالبه، عن ظروف في البيت وابوها شغال شو امها، عدد اطفال اخوان الاصغر منها والاكبر منها، ترتيبه في الاسره شنو نفسه ذاته، ترتيب في الاسره بأثر، ترتيب الاسره بأثر، الكبير بيتاثر والصغير بيتاثر، في النص بيشعر انه مهمل يعني، في حاجات كثيره بتاثر في نفسيه الطالب، حاجات اللي بتأثر على نفسية الطالب. يلا بعدين تشوف هو مصروف اللي بياخده كم، بيفطر شنو ما بيفطر شنو، العند والما كده يعني، وضع البيت كيف، وضع البيت كل بتشوف وضع في البيت كيف، ابوها شغال شنو، هي قاعده في اوضه براها، هي كلها واخوانها واخواتها في اوضه واحده، كم اوضه في البيت يعني، دراسه كامله عن الطالبه واستماره بتطبعها وبتملاها عندها ملفات لكل فصل المسؤول الاجتماعي. تجي يقول لي يا استاذ مايده في الطالب دي عايزه كذا كذا كذا، يلا من خلال هذه احنا نطلع المحتاجين فطور من هو، المحتاجين زي من هو، الماء محتاجين من هو، نشوف ننادي الناس اللي عندهم نقول لهم نتعاون، ما زي ما تشعروا زميلاتكم كذا بالنقص الى اخره من الحاجات دي. ففي واحدين كثير جدا مرقدمين برا الامان يعني، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والله الحمد لله. تمام استاذ خليفه، ذكرنا قبل ما نتابع الفقره انه بنسحب الاستماره، بعد ذاك النقاش بيبدا في بعض الاسر يعني، انه يا اخي الجامعه دي ما تقدمها مثلا، تقدم الجامعه دي، التخصص ده ما تخش فيه، والكليه دي هتشتغل شنو، في نقاش بدور. وبس بعد ذاك الطالب قد يقتنع انه مفترض يعيد السنه يعني، مع انه هو نجح يعني في وده بيحصل ضواقع يعني. كثير. تعليق يا استاذ خليفه. نعم والله طبعا يعني برضه نفس الكلام، الظروف المختلفه هناك برضه مختلفه يعني، الظروف اللي ذكرناها قبل بالنسبه للطلاب الطلاب المدارس برضه ظروف بتاعت الاسر مختلفه. في ناس زي ما انا ذكرت قبل كده قبل يعني، انه في ام زي ما بنتها عملت كده دايره، زي ما بنت اختها بقت كده دايره بنتها تبقى كده، فمظاهر اجتماعيه بتخلي يفرض ضغوط على الطالب او الطالبه، وفي النهايه ما قد يفشل يعني، ما ينجح في الدراسه. فهسه هو ذات التقديم الزمن ده بيقى الكتروني ذاته بيقى في استمارات، لذلك التدخلات يعني قلت بعض الشيء يعني، لكن برضه الناس بيتدخلوا، الناس يبدوا الراي يعني، لكن ما يصروا على رايهم يعني. ان شاء الله قد يكون التقديم الالكتروني طبعا مربوط بالانترنت وشبكه الانترنت العام ده. نعم. في انقطاع لشبكه الانترنت قد والله بعد ذاك نقطع في هذه الايام بس هي، لكن لحد نقول ان شاء الله نتوقع ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله ترجع باذن الله تعالى. طيب نفس السؤال، استحب الاستماره والنقاش اللي ممكن يدور بين افراد الاسره والطالب النجح وتفوق مثلا، احرز درجه
كم 80 مثلا برضو درجة عالية ممكن تكون تعيد ثاني سنة عشان ما يقوم يزيد الدرجة دي، قد الظروف تختلف ينقص منها ما يزيد. هي بتحصل كثير طبعا بنقص أو بيجيبها نفسها فتكون ضيع سنة ساكت من جوع، لأنه هو الحاجة جابة دي إلا إذا كان حاجة متدنية شديد ما بتدخله حاجة كلية يعني هو يكون مطلع إليها شديد، وفي واحد خلاص بيرضوا بأن هما الحاجة على حسب نسبتهم يكون دار يتخرج ما داري يعني. يعني في ناس اللي عادة بالنسبة لهم هاجس كبير يعني هو تاني أعيد وتاني أقرأ الكلام ده كله، يقول لها يا زولة خلاص كده نقعد نقرأ نشوف الحاجة ممكن تدخلني شنو الحاجة ممكن، فنشوف أقرب الحاجات اللي ممكن يدخلها له ويكون ده بكون دار يتخرج ما داري يعيد سنة، لكن اللي عنده هدف اللي عنده هدف بيعيد وبيزيد المجموعة يعني هذا بعيد يدونها. ومرات الحظ طبعا يكون السنة فجأة جاب 83 سنة 84 بتحصل كثير طبعا سنة كاملة عشان 1% والله 1% والله يكون ضيع سنة كاملة عشان 1% تمام. لكن هرجع لك استاذ خليفة، لكن خلينا نتابع واحد من المتصلين ابراهيم. مرحبا ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة بك، الله يديك العافية. الله يديك العافية استاذ محمد، ورحب بك ورحب بضيوفك الكرام. وبحب أهني كل الممتحنين في كل السودان وأقول لهم ألف مبروك ومجهود مجهود، يعني رغم إنه طلاب اللي امتحنوا في ظروف قاسية جدا كانت تمر بها البلد، لكن الحمد لله رب العالمين نسبة كبيرة جدا جدا إنجاز التحدي ده. مبروك لهم ومبروك لكل الأمهات ومبروك لكل الآباء ومبروك لكل الاساتذه ما ننسى دورهم ولكل المدارس المتفوقه. وخص بالتهنئه بنت اختي وبنت اخوي الاحراز 84 و85 ألف مبروك، وان شاء الله هل ما توفقوا في السنه دي ان شاء الله الاوضاع احسن واحسن، وإن شاء الله ينجحوا ويحرزوا نتائج أفضل من السنة دي بإذن الله. وألف مبروك لكل الممتحنين وكل الناجحين. الله يديك العافية، ألف مبروك لكل الناجحين. الله يديك العافية، شكرا إبراهيم. كل المتفوقين ما شاء الله يعني ما شاء الله. ربنا يعني يوفقهم كمان برضو في المرحلة الجاية، مرحلة جامعية كمان برضو بينها شخصية وبرضو أيوه. عندها متطلباتها وعندها كمان تهيئتها النفسية بحيث انه يقدر يستفيد منها كمان ويطلع كمان للمجتمع يكون فعال ان شاء الله. ان شاء الله طيب استاذ خليفه، ما دار من حوار مع استاذ ماجد تكلمنا عن انه يا اخي مفترض الواحد اللي ما يمتحن في سنه الاعاده قد تكون عشان 1% ومرات كمان عشان 2% او ينقص كمان برضه من الدرجه اللي احرزها في السنه دي. التعامل معاه كيف يعني انت باعتبارك هذول تربوي وعندك تجربتك كمان بتنصح بها كل الاسر وكل الطلاب المتفوقين؟ نعم فعلا حقيقه يعني انا كنت معلم وفي ناس بيجوا يعيدوا، بعرف الزول العاد الحيجيب نفس النسبه او العاد الحيجيب نسبه مختلفه. انا بعرفه كيف؟ بعرف انه الشخص اللي امتحن وجاب مثلا نسبه 65 ودايره تكون 80 بدا السنة الجديدة كأنه خش لأول مرة وخش الفصول درس ومع الاثنين ماشي كده. في واحد آخر بيفتكر إنه ناقص بسيط يخش من الشهرين الأخيرات، إنه ده ما بيزيد أصلاً قراية السنة الفائدة كفاية جدا. قال الكلام ده قلته بناء على بحث يعني كتبت أنا في خلال تجاربي مع الناس اللي امتحنوا شهادة زمان يعني. ففي أي طالب أسيا إن شاء الله أتمنى إنه الطلاب يكونوا يسمعونين للناس اللي جابوا اللي حيعيدوا وأباء الناس اللي حيعيدوا، ولدك اللي حيعيد ده إذا لما عاد مشى المدرسة من الصباح كل يوم ولابس لبس المدرسة شايل شنطته عادي زي ما كان مشي السنة دي، ده حيزيد زيادة كبيرة جدا. لكن إذا قال لك الحصة دي أنا المادة دي جبت فيها كده ما حمشي ولا حال خلي حصص وخلي أيام، ده معناه ما حيزيد. عارفوا مين استشهام؟ ما تضيع زمنك ساكت على شهر ثلاثة ويجي يزيد لك 2%. فالمسألة دي أظن يمكن ما توافقنا على الحكاية دي، نفس الحكاية دي نفس الكلام. الطالب ما دام أصلا ما تفوق السنة دي ما نجح السنة دي يبدا كانه ما قرق كانه ما ينسى انه عايد دي تماما يعني. طيب قرار انه يعيد كمان برضه مفترض بتاني يحدد انه مفترض يعيد، يعني هل الكليه ما بترضي طموحه مثلا ولا يعني الدرجه دي مثلا عاديه مثلا انا عايز اجيب كم 90 زي ما نسمع بعض الطلاب بيعيدوا بيقول لك انا لو ما جبت 90 ما بخش جامعه او كم 90 ما بخش جامعه يعني. تعالي يعني انا بعرف كل الاصناف
الناس جابوا 55 وبعدها جابوا 80 وامتحنوا مره ثالثه جابوا 90، وفي ناس نقص كل الاصناف عارفها. لكن زي ما قلت لك قبل شويه، فانه المساله بالعزيمه، جديد الطالب المساله بالعزيمه والتواضع. يعني ما تقول للناس الكلام ده الدنيا السنه فاتت قلت ما ادري قلت، يعني كان قلت كده كل ما تمام. حرجع لك استاذه ماجده، معنا اتصال نعمان. مرحبا. الو السلام عليكم. مرحبا بك نعمان. الله يسلمكم. الله يديك العافيه، تفضلي. انا نعمات احمد بشير خاله الطالب راشد عبد الله البشير داوود. بشيرين احرسكم؟ 77. يا ما شاء الله، الف مبروك. والف مبروك، فانا اهنيه ودولتي انا وامه الثانيه ان شاء الله. انا خالته وفرحت شديد بنجاح ده، كنت اتوقع اكثر لكن برضه الحمد لله وربنا يوفقه ومزيد من النجاح ان شاء الله، وبارك لابوه بغفر عبد الله احمد البشير ان شاء الله، ربنا يوفقه ان شاء الله مرحله جامعيه ان شاء الله. ان شاء الله اللهم امين. اهلنا جميعا ببربر ودرمان وبحري وكل الاهل. الله يديك العافيه، شكرا جزيلا. الله يعافيك. الله يبارك. الله يسلمك. ما شاء الله، يعني تفوق كبير لعدد من الطلاب والمتحنين. أيوة في شهادة الحمد لله، توفق الجميع إن شاء الله، وكل طالب يلقى أمنيته الدائرة بإذن الله تتحقق له ويقدر يدخل الحاجة أو المساق اللي هو اختاره إن شاء الله. تمام. 200 الطالب يقرر إنه يعيد الإعادة، هي زي ما قال الأستاذ خليفة إنه الإعادة هي صنفين، واحد من الأول مما زاع النتيجة قرر يعيد خلاص، ده قرر إعادة، ده أصلا ولا حيدخل في تجربة التقديم ولا أي حاجة، ده زي ما قلت خليفة إذا قرر يعيد من أول السنة وانتظم في المدرسة ده حيجيب نتيجة. لكن في نوع ثاني من الطالب بيكون حيعيد ضغط تحت ضغط الأهل إن هو لازم يحسن مجموعه، وده حيقول لك خلاص الحصة دي يعني اللي بيدخل الحصة وهو خدت في راسه إنه هو فاهم الدرس ده ما حيجيب نتيجة 100%. انت زي ما قلت خليفة انت لازم تدخل وانك انت تشتغل انك انت ما عارف حاجه. وبعدين يعني هي دائما الاعاده طبعا بتكون في مكانين، اتحاد المعلمين، فصول اتحاد المعلمين، وهي صباحيه ما في مسائيه خلاص، هي صباحيه داخل المدارس والمدرسه الخاصه. يعني انا بفتكر الطلاب البيعي والطالبات البيعي لما يدخلوا الفصل مع طلاب بيدرسوا لاول مره في بيضايقوا منهم لانه هم عارفين معلومه بيعملوهم ازعاج في الفصل، عرفت كيف؟ بيعملوهم ازعاج في الفصل. عشان كده احب الناشد الداري يعيد وجاد في اعادته، هو يشعر انه هو زيه زي الطالب النظامي اول واحد، زيه زي الطالب يعتبر روحه طالب نظامي من الاول. تمام. كيف كمان برضه الاسره تتعامل مع الطالب باعتبار انه خلاص قرر يعيد؟ يعني مرات بيحسوا باحباط، احباطهم ده بيحكسوه على الطالب وهو ذاته ما يقدر بعد ذاك يحصل. لا ده ما لازم يحصل، ده ما لازم يشجعوه، لازم يشجعوه. يعني انا دخلت تجارب كثيره في الاهل اقول لا ما تحبطيها الطالبه دي، ما تحبطيها خلاص، هي عادة السنه انت تشجعيها بعدها، قصدك ما تجيبي اسئله السنه اللي فاتت دي نهائي، كانك بتمتحن لاول مره، كان ده شو الكراسات الجديده كلها شيلوها، تجيب وتكتب كراسات جديده او تساعديها طوالي انك انت تتابعيها وانك انت تشجعيها وانك انت وتعالي نسمع اول مره، تعالي نقرا اقرا لي من هنا لهنا، انا اقرا معاك، انا اعمل معاك، تشجعيها وان مش تحبطيها. الاحباط ده حيجيب لك نتيجه عكسيه طوالي، طبعا حيجيب نتيجه عكسيه. تمام. معروف طبعا طبيعي في علم النفس الاحباط بيجيب نتيجه عكسيه. تمام تمام. طيب عام جديد مفترض نحن نبداه كيف يا استاذ خليفه؟ والله يا اخي نحن متفائلين العام القادم ان شاء الله حيكون يعني مستقر، يعني ونتمنى ذلك انه يكون العام مستقر، يعني يبدو الناس بدايه بجديه وبدايه كويسه جدا ويحققوا المطلوب يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله نحن جاهزين الحمد لله في مدارسنا الخاصه، طبعا حسب يقدر يتكلم اسم المدرسه الخاصه في المدرسه الخاصه احنا جاهزين في المدرسه الخاصه، والقبول احنا عندنا طبعا القبول بتاعنا تم، يعني احنا ننتظر التوزيع طبعا، نقول احنا تم الحمد لله، وبنغطي مدارس كثيره سواء حكوميه الامتحان من تام من الاساس عندنا ثانوي بيغطي مدارس كثيره، طبعا يعني احنا بنغطي ثانوي اجنبي وقومي، في اجنبي المقرر القومي باللغه الانجليزيه غير مقرر الاي جي اللي بتاع شهاده لندن المدارس الاجنبيه، فان شاء الله ربنا ييسر الامور والناس تبدا بدايه جميله وموفقه باذن الله تعالى. تمام ان شاء الله. نطلع فاصل ونواصل ان شاء الله. ان شاء الله بعد الفاصل. Thank you.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نتواصل من خلال الفترة المفتوحة وحديث عن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية. مرحبا بكم من جديد أستاذ خليفة وأستاذ ماجدة. تابعتم مؤتمر وكيد نجاح كان في الولايات، يعني لا يقل نجاحا عن ولاية أخرى. خلونا نتابع المادة دي. طلاب متفوقين، الولايات اللي تفوقت كمان، مساقات تجارية وصناعية كمان برضو حنفرد لها مساحة للحديث، لكن خلونا نتابع الفقرة ونستمعوا نتواصل معكم. نتابع. الطالب الأول آدم أبكر آدم موسى، مدرسة محمد أحمد عمر التجارية، بنين دوكا، ولاية القضارف، بنسبة نجاح 89.7. المساق الصناعي، الطالب الأول محمد المصطفى إشراق علي يحيى، مدرسة أم رواب الصناعية بنين، ولاية شمال كردفان، نسبة نجاح 85.9. المساق الزراعي، الطالب الأول معاوية أحمد محمد وادي، مدرسة حلفة الجديدة الزراعية، ولاية كسلة، 74.4. المساق النسوي، الطالبة الأولى آلاء النعمان إسماعيل سعيد، الدويمة النسوية، ولاية النيل الأبيض، نسبة نجاح 82.6. شهادة التعليم الحرفي والصناعات القومية، عدد المعاهد 87 معهد، الطلاب المسجلين 9247، الجالسين 7694، نجح منهم 6898 بنسبة نجاح 89.7. الطلاب الأوائل الجالسين لأول مرة بشهادة أساس 2017 دراسة سنتين، القسم النسوي اشترك في المركز الأول طالبتان من معهد الديوم الحرفي ولاية النيل الأبيض بمجموع 528، الطالبة محاسن جبرطلة محمود العجب، والطالبة سماح علي محمد حسن. القسم الصناعي في الحرفية، الطالب الأول مؤيد مهدي عبد المحمود شرف الدين، محد والدراد الحرفي، ولاية النيل الأبيض بمجموع 462. أهلا من جديد، بنتواصل من خلال الفترة المفتوحة وحديث عن نتيجة امتحان الشهادة السودانية. ملاحظة يا أستاذ خليفة أنه عدد من الطلاب المتفوقين والناجحين في المساق التجاري، المساق الصناعي، التقني، الفني، معظمهم من الولايات، أو يعني نقول كلهم من الولايات. وين ولاية خرطوم؟ طيب طبعا هي المساقات مختلفة يعني، لكن يعني بكل أسف نفس الكلام اللي احنا كنا بنقول فيه قبل، الاختيار لأولياء الأمور للطلاب، الطلاب لا يرغبون في التعليم الفني إلا ما اضطروا يعني، إلا الناس المضطرين يعني بكل أسف. نحن أسف في ولاية خرطوم قبل ذكرت قلت عندنا 150,000 الممتحنين من ولاية خرطوم تقريبا، يعني 150,000 الناس الممتحنين في الأكاديمية، 147,000 3,000 فقط في التعليم الفني والحرفي بكل أسف يعني. رغم أن امتحانات الشهادة الثانوية، يعني ناس امتحانات السودان بيعدوا امتحان الشهادة الثانوية، المواد العلمية اللي بيختاروا منها الطلاب 19 مادة، يعني في مواد أساسية ومواد اختيارية، ألف بيختاروها، في مواد إجبارية للعلمي ومواد إجبارية للأدبي ومواد أخرى اختيارية، جملة 19 مادة. كويس، المواد الامتحانات اللي توضعت في امتحانات السودان سنة تقريبا يعني 79 امتحان، يعني في 50 امتحان للتعليم الفني أشكال مختلفة، لكن بكل أسف في امتحان امتحنوا 5 طلاب 18 ولد، ده بالنسبة للخرطوم يعني، نتكلم عن الخرطوم يعني 5 طلاب 18 ولد 31 ولد، يعني امتحان معد وما في كده. فالقبول أو الرغبة في التعليم الفني ضعيفة، لذلك العدد بسيط جدا جدا يعني. الناس زعون أوائل ديل، واحد زعوه أول من هو طبعا في ولايات ما فيها تعليم فني إطلاق بالمرة يعني، تعليم فني في بعض الولايات صفر يعني،
فنحن هنا 3000 ديال بالنسبه للخرطوم اكثر ولايه هي ولايه الخرطوم فيها تعليم فني، فبرضه عندهم اول يعني عدد المدارس اكبر طبعا في الخرطوم، العدد الاكبر في الخرطوم بتاع المدارس الفنيه كم 20 مدرسه فنيه، لكن الناس اللي بيجلسوا امتحانات الشهاده الحرفيه وال اسمها شنو الفنيه دي عموما باقسام مختلفه، النسوي والتجاري والزراعي والصناعي كلهم يعني ما تم من 2000 يعني ال 2000 دي المدارس الحرفيه، المدارس الفنيه باقسام مختلفه 1000 واحد يعني بكل اسف يعني تمام. فلذلك برضه طبعا الالف ده عندهم اول يعني زول الزعوة اول في التعليم الفني ده وزعوة الاول من 130 طالب، واحد زعوة الاول من 200 ما زي الاول بتاع الاكاديمي زعوة الاول من 520 ألف يعني. فنحن نتمنى انه الناس يخلوا اولادهم عندهم رغبه يقروا تعليم فني، وهم جابوا مجاميع كبيره في شهاده الاساس 180 او 190 او 220 راح عنده رغبه فنيه يقدر تقنين فني ما في مشكله، تعليم فني فيه حياه كثيره جدا جدا، وعندنا احنا هنا في ولايه الخرطوم ورش متطوره جدا جدا، وعندنا شغل يعني الواحد ما يتوقع انه يشتغلوا ولا صغار يعني في ورش بتاعت نجاره وحداده وفي ورش بتاعت ميكانيكا بدلوا يدوروا عربات دي ويركبوا ويفرتكوا ويدوروا عربي يعني يكبوا لها بنزين ويدوروا المكنه في الوطن يعني. فالزول عنده رغبه في التعليم الفني اتمنى انه اهله ما يضغطوا عليه، عشان ما قال زي ما قالت يعني اخوتنا ماجد كلهم دايرين يبقوا دكاتره، واحنا كلهم دكاتره ومهندسين ما حنحتاج ميكانيكيه وحنحتاج خراطين وحتى حاجات ثانيه يعني، لذلك فالزول يمشي في رغبته يعني تمام. يعني الامهات ما يقبلوا يا استاذ ماجد، الامهات ما بيقبلوا انه الابناء مثلا يمشوا في المساق والله تقبلوا؟ طبعا هو لا بنقبل والله، ليه ما نقبل؟ انا حقيقه بشغل بشجع التعليم الفني، بحب التعليم الفني وبحب الاشغال اليدويه، وبحس الان بالذات بعد التطور وعصر العولمه والحصر لما انا يكون عندي موهبه معينه بدخل الانترنت بكتبها في جوجل بيجيني اي معلومه عنها بقوم اطور المعلومه، يعني بشوف الحصه شو بطور يعني، في حصه طلاب صغار بيخترعوا حاجات صح بيخترعوا حاجات يعني، فالناس المفروض تشجعهم يعني، المفروض يعني التعليم الفني والاشغال اليدويه دي مهم جدا، زاد بتفتح قدرات الطالب يعني بتخليه يفكر بخليه يبدع، عشان كده الناس المفروض تشجعهم يعني. ممكن يكون هو يعني مثلا موهبه هوايه حاجه ينميها أيوة. مثلا ثانويه ما تكون اساسيه عشان يتخصص مثلا في واحده من التخصصات، لكن حابب يبدع حابب زي ما قال يبتكر حابب كده يمشي في المجال ده بعد ما يخلص مثلا ممكن بعد خلص الجامعه ممكن بعد اذا قرا او خلص الثانوي الاكاديمي واذا ما لقى فرصه ممكن بعد ذلك هو يطور نفسه بنفسه، ممكن يطور نفسه بنفسه بعد كده يعني يسري هذه الموهبه ويشوف الحاصل فيها شنو، لان احس ان ما خلى حاجه والله. صح والله انا ما خلى، انا بحب الاشغال اليدويه عموما يعني، وبقعد في بفكر فيها وبشوف يعني وبفرح لما الاقي حاجه جديده واقول لا لا انا ما بعرف اي حاجه، انا ما بعرف اي حاجه، بصير بيتطور يعني بيطور نفسه بنفسه يعني تمام. حاجات بتحذر منها يا استاذ خليفه للناس المقبلين على العام الدراسي الجديد وهم حيكونوا برضه منتظرين مؤتمر لاعلان الشهاده في العام القادم؟ والله دي معنى هو ما تحذير، لكن احنا نقول لهم الناس يعني الناس يعانوا الاخوان اجابوا نسب ضعيف او رسبوا يعني شوفوا اهلهم متحسرين كيفين يعني، انت ما تخوض اهلك في نفس الموقع ده يعني، تاكد انه حيجي يوم زي ده ان شاء الله السنه الجايه واهلك حيكونوا مستنيين الحكايه دي والناس كلهم فرحانين، انت اهلك ضالين كده لان ولدهم يعني خزلهم ما جاب لهم النسبه المطلوبه او كان من الراسبين وكده، رغم انه الرسوب ما هو عيب وكل شيء الزمن موجود والانسان الناس بيعيد ويكرر، لكن اتمنى انه الناس يتعاملوا بجديه مع المدارس ويمشي في المدارس القريبه ومريحه. انا والله عندي ناس من اهالي دائما ما بيسمعوا كلامي يعني، ولادهم بيمشوا مدارس حالات بعيده جدا في طراحيل لمدارس، يقعد الولد او الطفل ساعتين في الترحيل الصباح ساعتين اخر اليوم 4 ساعات يضيع من اليوم هو ما بيشوف انه بدون فائده يعني. لانه بس اصرار، هو ساكن في الجوز مثلا لازم يقرا في اركويته ويركب الحافله تمشي بالصحافه والامتداد وكذا، فالمدارس جبره وتليف بعدك والله الناس حقه يغيروا الحكايه دي المفاهيم دي يعني، الناس يقروا في مدارس قريبه بيتاثر في شنو يا استاذ خليفه؟ طبعا يعني هو بيشوف هو مجهود يعني وللامر بيشوف مدرسه كويسه نعم، لا بدل ما في فريق كذا من المدارس يذكر يعني، ما عندنا الفريق يعني، يمكن استاذ ماجد اشتغلت في 6 أو 7 مدارس في ولايه الخرطوم هنا، بس ما عنده اي فرق يعني عشان الزول يودي ولده من الصحافه لحد الكلاكله مثلا، ما في حاجه كده تستدعي الحكايه دي، فعشان الحكايه دي مجهود يعني الانسان له طاقه معينه ما يهدر في حته ساكت يعني ما تفيد بشيء يعني تمام. فلذلك الناس حقه يراجعوا الحكايه دي، ما يمسوا المدرسه لانه قرا فيها ابوه زمان لازم يقرا فيها، ده كلام ما عنده معنى يعني. انا شايف ناس يقول لك انا زمان قريت فيها ده يقرا فيها نفس الحكايه ورثنا القرايه. ايوه رايك شنو يا استاذ؟ انا بس انس كلام استاذ خليفه انه اهم حاجه قرب المدرسه بقدر الامكان،
بغض لانه بتوفر للطالب زمن كبير جدا. لما يصل في 10 دقائق للمدرسه للبيت او بالكثير في نص ساعه، ما لما زي ياخذ ساعتين ونص في الساعه صحيح. بيصل خلاص هو تعبان، قضى اليوم كله في المدرسه، صاحي بدري كمان، وصاحي بدري بيكون دار ياكل ينوم، خلاص ما في زمن للقرايه الحقيقه، ما في زمن للقرايه، يعني ما بيقدر يقسم الزمن. الصباح بسرعه بسرعه يعمل واجب، هو لما صاحي بسرعه بسرعه يعمل واجب يعني، او يعمله في الحفله او الى اخره، يعني ما صح يعني. طيب طيب, طيب في البيت بيشوف انه خلاص المدرسه باعتبار المدارس الخاصه بعضها عندها سياسه انه الطالب ما يحتاج للقرايه في البيت، انه كله يكون في المدرسه. حتى بيمسكوهم بعد الدوام يخلص للصف الاول والثاني، بيكون سلت عنده برنامج خاص، ودي من خطط بعض المدارس في انها الطلاب يذاكروا يراجعوا حصص التقوية، الأساتذة بيكونوا قاعدين دوام طويل، بعد الساعة 5 حتى يرجعوا البيوت. طريقة صحيحة؟ الطريقة دي طبعا ما صحيحة، حس تقريبا يعني معظم المدارس خلت عن الحاجة دي، يعني ما في إلا إذا في زمن امتحان يعملوا معسكر، يعملوا معسكر زمن امتحان، لكن أثناء العام الدراسي ما في ما بيقعدوا بعد الدوام. الدوام ينتهي الساعة 3، الساعة 3 بيرجع بيوته. ما بيحتاجوا يعني. تمام. ما بيحتاجوا لانه خلص الزمن بتاع اليوم، مقرر الثالثه ما حصصه بسيطه ما زي اولى وثانيه. هي 7 طالب في المساق عنده 7 مواد، 4 اجباري و3 اختياري. الحصص بتكون بسيطه يعني عددها بسيط. كم في اليوم تقريبا؟ ما الحصص 8 اساسا في اليوم. مرات في ادبي بالذات عندهم 7، بيكون عندهم 7 حصص. علمي لانه المواد العلميه بتاخذ حصص اكثر. الكيمياء والفيزياء بياخذوا 6 حصص، ديرك جغرافيا ديرك 4 حصص. ممكن تكون 6 مثلا في اليوم، يقللوا لهم شويه باعتبار انه تركيزهم يكون. والله يا ممكن تكون 6 بالذات للادب، ممكن تكون 6. يلا هم عندهم الفراغ ده، لما يكون ناس علمي شغالين ادب ديل بيقوموا يشغلوهم ورق عمل، شغل بيستفيدوا زمان يشغلوهم ورق عمل، قاعدين في الفصول يشغلوهم ورق عمل. تمام يعني. زمان بقول لك درس اليوم اليوم يا استاذ خليفة، دي برضه واحده من الحاجات اللي بياكدوا عليها كل الطلاب المتفوقين، انه ما يخلي حاجه يعني مثلا نهايه الاسبوع يراجع مثلا، ما زي ما يراجع مثلا الحصه اخذ اليوم وتركيز الطالب في الحصه. برضو انتم كتربويين عارفين الحاجه دي، انه يا اخي عندها عوامل برضو سريه، وكمان تهيئه الفصيل البيئه تحت المدرسه بتاثر، ومقدره المعلم في ايصال المعلومه للطالب. دي حاجات كمان برضو بتخلي الطالب برضو يركز على تركيز الحصه ومراجعه الدرس اليوم باليوم. نعم نعم، حقيقه فعلا الاهتمام الطالب وكون يراجع درسه يوم بيوم ما بتتراكم عليه الدروس، يعني ما بتتراكم عليه الدروس، يقدر يرتب نفسه ويرتب زمنه، يعني يرتب زمنه ما بتكون عنده مشكله في القرايه. حتى لو في عيه في كم يوم كده ما في مشكله، برضو اذا كان دروس اليوم ما باليوم ممكن تكون دروس الاسبوع بالاسبوع، يعني اخر الاسبوع في يستفيد من عطله الجمعه والسبت الدنيا يغطي الجزء الفاتي. اوكي انا بس لو سمحت لي ارجع لي حاجه صغيره كده اقولها للناس، مهمه جدا اللي احنا قبل انا وماجد الاثنين بنقول المدارس ما بتختلف. يلا المدارس زعوا منا الناس دي، زعوا منا 12 نفر، زعوا منا 8 ناس، برضه فيها طلاب جايبين 58% و53% و61%، وفي مدارس اخرى مدارس شكلها قبيحه كده وما تفتكر انه ما فيها زور نجاح، فيها 90 و89 و88. الكلام ده مش كده ماجد، الكلام صح حقيقة. تمام. فاي مدارس فيها كده يبقى المسؤول، الكلام اللي قلناه ذا قبيل انا وماجد انه 50% على الطالب و25% على المدرسه و25% على الاسره، المساله دي الناس يركزوا عليها ويتاكدوا انه المدرسه الجنب هنا الابوها دي في طالب زي ولدهم ده وجاب له 92%، ما بيزيد 92% لانه يزال عدد 94 وزياده. فالمسألة دي المدارس نسبة عالية يعني 92%. نعم نسبة عالية جدا، نسبة عالية جدا ينافس بها، يعني في مدرسة صغيرة وبس كان مرتاح يطلع من بيته يخش المدرسة، وفي واحد ثاني ركب الباص ومشى مدارس بعيدة وجاب له 61 و62 ومشى عاد، وثاني عاد في مدرسة بعيدة عشان يكرر نفس التجربة. فالمسألة دي نتمنى الناس تتعاملوا على الحكاية دي بعقلية كده وبحسابات، حسابات صحيحة، ما حسابات جوانب مادية ولا جوانب اجتماعية، نظرة ولا دي قروين ولا دي قروين، يعني إن شاء الله احنا انطباعيين يا استاذ، احنا انطباعيين مدرسة فلان هي المدرسة فلان خلاص سمعة المدرسة بس أدخل نجاح الطالب على الطالب. أنا كنت مديرة قلت لك 14 سنة ما بعمل أي حاجة للطالب، أنا بتابع الطالب سلوكه تصرفاته عمل شنو، الاستاذ شاف قاعد في الفصل درس الدرس شاف الفروق الفرديه بين الطلاب، ده استوعب ده ما استوعب، يا اخواننا عنده حاجه يجيني، والطالب اللي بيلحق معلمه ده كل بينجح. الطالب اللي بيلحق معلمه ده في المعلومه حريص بيكرر هديه بيكرر المعلم ده، هو ده الطالب اللي بينجح يعني. الاستاذ باله طويل، فنجاح الطالب على الطالب. الاستاذ باله طويل
باله طب والله. وانا رايت الحمد لله انا بتعامل مع ناسي وكنت معامل حلو جدا الحمد لله رب العالمين. وناسي كلهم اي حته الحمد لله اشتغلت فيها كانوا معي ستاف ممتاز جدا جدا. تمام ناخذ اخر مكالمه معنا ونحن على خواتيم ان شاء الله. معنا اتصال. مرحبا. مرحبا. الو. يا مرحبا. الو. وعليكم السلام. مرحبا بك. اهلا. مرحبا بك. منو معنا؟ عناب محمد. عناب كيف حالك؟ الحمد. تفضلي. انا عايزه اهني وعد علومي اولاد خالي. تمام. علي نجاح. جابوا كم هم؟ احرزوا كم؟ علومي جاب كم وثمانين. كم 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 وسبعين؟ كم وثمانين. كم وثمانين؟ ما متأكدين. كم تمام. والثاني وقع جاب كم وستين. كم وستين؟ ما شاء الله. انت في سنة كم؟ في سنة كم يا عناب؟ داخل رابعة. في رابعة أساس. ما شاء الله. في رابعة. يعني حابة تقولي شنو تاني كمان للناس الممتحنين معنا يا عناب؟ هاي هاي. حتجيبي كم انت لما تمتحني معنا؟ هاي. حتبقي شنو طيب؟ عايز تخشي شنو؟ علمي ولا ادبي ولا ولا مخطط انك تقولي شنو يعني؟ علم عشان تبقي دكتورة أكيد يعني زي ما قالت لك أمك يعني صح؟ شكرا شكرا عناب. شكرا شكرا على اتصالك. هو نفس الكلام اللي أنت قلتيه يا أستاذ مجد. الأطفال الصغار ديل من هسي هم خلاص علمي ويمشوا في المساق الطبي يعني. والله دخلوا طب. والله في واحد يدخلوا طب لما ننسى والطب ده كراية. الطب طبعا أصلا أنت لو ما قريت طوالي وطورت نفسك فيه وعرفت الحاصل شنو في العالم كله ما فايده في قرايته. المقدرات الذهنيه كمان برضه مفتوحه. ايوه ايوه. بيقول لك عايزين نقرا طب لكن مقدراته الذهنيه ما بتسمح له. وبعدين فقد الشيء لا يعطيه. فقد الشيء لا يعطيه. تمام. انت عند واحد يشوف قدراته هي شنو والشغل على اساسه يعني. زي ما يروح من غير ما يعرف قدر نفسه يعني. يا سلام. تحديد القدرات دي كمان برضه المعلم عنده دور. بيقول لك يا اخي الانسب ليك انك تمشي في المسار ده يعني كزول عنده خبره كزول عنده تجربه زي ما ذكر قبل شويه انه بنحذر او بنوصي انه يا اخي الواحد ما يمشي مدرسه بعيده عشان خصما عليه تفاصيل كده ممكن الاسر بعد ده تنتبه للحاجه دي والطلاب مننا او الامور بيزعلوا مننا لما نجيب ونهدي اولادهم ونهديهم ونتكلم معاه بيزعلوا مننا يعني في النهايه بقول له خلاص انت على كده نحن وجهناك وخلاص بعد ده تتحمل المسؤوليه يعني. يا سلام. اشكرك يا استاذ خليفه. في الختام تقول شنو؟ والله يا اخي اول حاجه في حاجه انا يعني عامله لي قلق اللي هي الكلام القبيل ذكرناه بس بتاع الفصول الخاصه والمدارس الخاصه دي. فبعدين اختنا مجد ذكرت ضربت مثال او مثل بجامعه الخرطوم في القبول. جامعه الخرطوم عندها قبول خاص زي حقنا، قبول خاص برضو بقروش يعني برسوم ومحدود جدا بيطلعوه ثاني ما في زياده، ما عندهم ضغوط زي اللي بتحصل علينا، نحن بيجينا ضغوط كثيره جدا جدا عشان نزيد الفصول الخاصه دي ضغوط كثيره جدا جدا من المواطنين ومن الناس الاخرين ذاتهم يعني الناس الوزراء ذاتهم يقول لك اقول لهم اولادهم وناس المجالس مجلس التشريع وبتاع وطوال نصروا في التلفونات يا بس عندنا الوقت كده ورغبته كده وكيف حق رغبته. فنتمنى انه الناس في الحكايه دي يفكروا قبل ما يتصرفوا يمشوا المدرسه اللي ودوهم ليها او مدرسه مناظره عليها على مستواها مع القبول التحويل مسموح به وكده. فما عندنا مشكله في الحكايه دي. فنحن نكرر انه التوسع في الفصول الخاصه في المدارس الحكوميه اللي الناس ما دايرين دوم منتقدين انه احنا شايفين انه غلط لكن ما قادرين نحاربه. نتمنى من الرسل يساعدونا في محاربه الكلام ده ويمشوا المدارس اللي اصلا يتوزعوا فيها ويقتنعوا بها يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ختاما استاذ ماجده تقولي شنو؟ والله ختاما يعني اتمنى لابنائنا وبنات الطلاب النجاح والتفوق وكل واحد يقعد كذا بالذات الداخلين الصف الثالث ديل يشوفوا هو اختار المساق الصح على حسب قدراته على حسب
هو عايز يبقى يشوف المستقبل ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، كنتوا ضيوف كرام علينا في فتره وان شاء الله تكون الاسر استفادت من إن شاء الله وصاياكم باحتباكم التربيه وخبره سنوات طويله ممكن ان شاء الله. نجي السنه الجايه والطلاب احرزوا 100% صحيح ان شاء الله بتجيب ان شاء الله. ها بتصل واحد 100% كده ان شاء الله. عليش قالوا بيدوها ناقص دائما يعني ان شاء الله. اساسا انهم جميع كامله 280 واتمنى انه برضه في الثانوي يلقوا نفس النسبه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الله شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الفتره حتى الملتقى. الف مبروك لكل الناجحين. في امان.